السلام عليكم ورحمة الله. في إطار الاستعداد للامتحان الجهوي سأقوم في هذا المقطع بتصحيح موضوع مقالي. هذا الموضوع كيتكرر بزاف بزاف ديال المرات في مادة التاريخ في جميع الجهات، وأيضا كاين بعض الجهات اللي كنلقاوه تحط ثلاثة ديال المرات فيها. هذا الموضوع كيهضر على النتائج السياسية ديال الحرب العالمية الأولى، وكيهضر على الاثار ديال الازمه الاقتصاديه على اوروبا، وكيهضر على دور الانظمه الديكتاتوريه في اندلاع الحرب العالميه الثانيه، والتي يقولوا دور سياسه هتلر في اندلاع الحرب العالميه الثانيه. اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا الموضوع اللي هو مرتبط بتاريخ اوروبا والعالم، لان دائما اذا تحط الموضوع المقال في التاريخ كنلقاو جوج في الغالب تيكون موضوع كيجمع الدروس ديال المغرب، ونقدروا نجمعوا لنا المغرب والمشرق العربي في الغالب، وكيكون واحد الموضوع كيهضر على تاريخ اوروبا والعالم، وذاك الموضوع اللي كيكون على تاريخ اوروبا والعالم في الغالب كيعطيو لنا على جوج ديال الدروس اللي هما اوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1923، والدرس الثاني هو الحرب العالميه الثانيه. وفي الغالب اهم ما كاين في هذوك الدروس هما هاد ثلاثه ديال النقاط الاساسيه. اذا غادي نجاوبوا عليه. لاحظوا معايا، كتب لنا: شهد العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الأولى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ساهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية. أكتب موضوع المقالية تبرز فيه المخلفات. المقصود بالمخلفات راه هي النتائج أو الآثار السياسية. يقول لكم مخلفات، تقدر يقول لكم النتائج، يقدر يقول لكم التحولات السياسية للحرب العالمية الأولى على أوروبا. العرض الثاني: آثار الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 حتى هي على أوروبا. والمطلب الثالث هو دور الأنظمة الديكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية. وشي مرات يقولوا لنا دور سياسة هتلر في اندلاع الحرب العالمية الثانية، ولا دور توسعات الأنظمة الديكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية. إذا غادي نجاوبوا على هادو، وغادي نشير لكم حتى إلى قال لنا دور سياسة الأنظمة، دور التوسعات ديال الأنظمة الديكتاتورية، ولا دور سياسة هتلر في اندلاع الحرب، غادي نهضر عليها. اذا نبداو على بركة الله. دائما فاش كنبداو كيكون عندي ورقه ديال الوساخ كنحط فيها رؤوس اقلام. هذه اول حاجه كنديرها قبل ما نبدا ندوز للتحرير في الورقه ديالي. ضروري كنهضر على العناصر المطلوبه في كنحطها في الوساخ ونحط رؤوس اقلام. نبدا بالمطلب الاول، هو غادي نهضر على مخلفات او المخلفات السياسيه للحرب العالميه الاولى على اوروبا. اذا هذه مخلفات اوروبا كما كتعرفوا خلفت نتائج، ولكن بقى تردوا البال. راه طالب لكم شي نتائج، ما طالب لكم شي نتائج كاملين، طالب لكم النتائج السياسيه او المخلفات السياسيه فقط. وهذه المخلفات كتمثل في اول حاجه هو عقد مؤتمر الصلح بفيرساي اللي كان في 1919، ماشي ضروري تكتب السنه، المهم. الحاجه الثانيه هو عقد معاهدات او توقيع معاهدات مع بين الدول المنتصره والدول المنهزمه. وغادي نذكروا هذه المعاهدات، عندنا فيرساي هي اخطر هذه المعاهدات. فيرساي كاينه سان جيرمان، كاينه نويي، وكاينه سيفر، كاينه تريانون. ثلاثه ديال المعاهدات ولا خمسه. فيرساي تفرضت على المانيا، غادي نذكرها ونذكر بعض الشروط ديالها القاسيه. سان جيرمان تفرضت على النمسا، نويي تفرضت على بلغاريا، او سيفر تفرضت على الامبراطوريه العثمانيه. وكاع هاد المعاهدات الهدف منهم هو اقتطاع اجزاء من اراضي هاد البلدان واضعافهم عسكريا، وكاين اللي تفرضت عليها غرامه ماليه باهظه بحال المانيا. اخطر بعدا كانت هي على المانيا. الحاجه الاخرى هو تغيير الخريطه السياسيه لاوروبا. والتغيير ديال الخريطه السياسيه لاوروبا كتمثل في ثلاثه نقاط. في تغيير الخريطه السياسيه كاين ظهور اختفاء بعد اختفاء الامبراطوريات، ما بقاتش الامبراطوريه العثمانيه، الامبراطوريه النمساويه المجريه، الامبراطوريه الروسيه، الامبراطوريه الالمانيه اختفوا. كاين تقلص مساحة الدول المنهزمة وتوسع مساحة الدول المنتصرة، وكاين ظهور دول جديدة بحال بولونيا
ليتوانيا، ليتونيا، تشيكوسلوفاكيا. وكاين ايضا من النتائج هو تاسيس عصبه، رد البال، ماشي هيئه الامم المتحده، عصبه الامم سنه 1919، وبدا العمل بها سنه 1920. اذا هذه هي المطلب الاول، هذه هي المخلفات او النتائج السياسيه ديال الحرب العالميه الاولى. كذلك اذا ندوزو لاثار الازمه الاقتصاديه على اوروبا، اثار، وبقى تردوا البال مع المطلوب الاثار، ورشحت لكم هذه المفردات، نعاود نحط لكم رابط ديال كل مفرده باش ما يوقع لكمش واحد الخلط تحت هذا الفيديو. الاثار هي الانعكاسات، هي النتائج، هي المخلفات كامله كتسمى اثار الازمه الاقتصاديه على اوروبا. على اوروبا الأزمة الاقتصادية كانت في 1929 وخلفت آثار على أوروبا. خصنا نعرفوا أشنو هي هاد الآثار ديال هاد الأزمة. هاد الآثار كتنقسم إلى ثلاثة المجالات، خصنا نذكروا الآثار ديالها اقتصاديا. اقتصاديا كاين تكدس الإنتاج، كاين انخفاض الأسعار، وكان نهضروا على الازمه نتابعوا معايا. الاثار هي على اوروبا ماشي على العالم كله، على اوروبا قالوا لك داكشي اللي طلبوا لك تقيد به. انعكاس انخفاض الاسعار، كاين افلاس المقاولات، كاين تراجع قيمه الصادرات، كاين عجز الميزان التجاري. إذن هذا على المستوى الاقتصادي. وكاين اجتماعيا النتائج الاجتماعيه ديال هذا الاخر ديال الازمه، كان الفقر، انتشار الفقر، البطاله، المجاعه، ايضا الاضرابات، المظاهرات، القدره الشرائيه. إذن مجموعه من المشاكل الاجتماعيه. وكاين سياسيا هذه الأزمة ساهمت في ظهور أنظمة متطرفة، صافي، وتعزيز مكانتها، مثل النظام الفاشي اللي هو ظهر في 1922، ولكن الأزمة عزت المكانة ديالو. والنظام النازي اللي ساهمت الأزمة في الظهور ديالو، النظام النازي بألمانيا. هاد الأنظمة اللي شرعت في التوسع أو في نفس سياسة التوسع. وندوز للمطلب الثالث، طالب اللي دور الأنظمة الدكتاتورية في الدير على الحرب العالمية الثانية. دور هذا ما كاينش في الدرس شي فقرة سميتها دور. كاين أسباب الحرب العالمية الثانية فيها المباشرة وغير المباشرة، وضمن ديك الأسباب الغير المباشرة والمباشرة كاين هاد الدور ديال الأنظمة الدكتاتورية. يعني خصك تكون ذكي وتعرف كيف دير تخرج المطلوب من الدرس اللي رجعت. دور الأنظمة، وهذا السؤال قلت لكم كيتكرر بزاف، دور الأنظمة الدكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية. إذا حنا غادي نشوفوا في ديك الأسباب غير الحاجة اللي مرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية. إذا الحاجة الأولى هي وصول الأنظمة الدكتاتورية للحكم. الدكتاتورية للحكم في كل من إيطاليا وألمانيا واليابان، وتبنيها سياسة التوسع. وغادي نهضر على توسع ألمانيا في شرق أوروبا. كاين المجال الحيوي، أن أوروبا توسعت في دول أوروبا الشرقية باش تحقق المجال الحيوي، ضمت النمسا، غادي نكتبوها ضروري، عملية الضم ديال النمسا وضم إقليم السوديت. إذا هادشي كامل غادي نحاولو نذكروه. كذلك إذا توسع إيطاليا في الحبشة، إثيوبيا هي الحبشة، وتوسع اليابان في منشوريا ولا في الصين، كاين واحد السهل ديال منشوريا، ومن بعد غادي يقوم باجتياح الصين. اذا هذه السياسه اللي داروها الانظمه الدكتاتوريه الاولى. كذلك ايضا هذه الانظمه الدكتاتوريه الانسحاب من عصبه الامم، انسحبوا من عصبه الامم، تشكيل
حلف دول المحور الثلاثي. وفي إطار التوسع أيضا، هنا يقول توسع ألمانيا في أوروبا الشرقية المجال الحيوي، وغزو بولونيا في فاتح من شلتان به سنة 1939. إذا هذه كاملة غادي نذكروا هذه العناصر كاملة. هذه العناصر كاملة ذكرناها في الدرس ديال الحرب العالمية الثانية لأسباب والنتائج، ولكني ما مذكوراش بهذا العنوان، مذكورة في الأسباب المباشرة والأسباب الغير المباشرة. أنت خصك تكون ذكي وتشوف دور الأنظمة الديكتاتورية في اندلاع الحرب. يقدر يقول لك دور سياسة هتلر التوسعية في اندلاع الحرب. غادي نهضروا غير على هتلر، بدل ما نهضروش على الطليان هنا وما نهضروش على اليابان، نهضروا على هتلر. أش دار وصول هتلر للحكم، انسحب بعد تخلص من معاهدة فيرساي هذه الأولى، هتلر بدات يتوسع في أوروبا الشرقية وضم كذا وكذا وكذا وكذا، تحالف مع الأنظمة الديكتاتورية الأخرى وانسحب من عصبة الأمم واجتاح بولونيا فاتح شوتنبير. هذا هو السبب المباشر لاندلاع الحرب. وبالتالي على حساب شنو طلبوا لك؟ طلبوا في عاود في بعض الامتحانات دور سياسة توسعية للأنظمة الديكتاتورية في اندلاع الحرب. إذا غادي نهضروا على اش داروا الأنظمة الديكتاتورية، وكل واحد فين توسع، الألمان فين توسعات، طاليان واليابان. إذا كل هذا السؤال تيكون بهذه الصياغ متعدده، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نخرجوهم. وهذا الامتحان قلنا كيتكرر بزاف ديال المرات. اذا حطنا هذا المطلوب، كندوزوا الورقه ديال الوسخ ديالنا، عفوا التحرير، وما غاديش نكتب لكم، ما غاديش نكتب دابا الموضوع. علاش؟ لان فايت حطيت لكم كيفاش تكتبوا الموضوع المقال، ولا بغيتوا نعاود نحط لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو باش تشوفوا كيفاش تكتبوا الموضوع المقال من المقدمه حتى الخاتمه، كاع العناصر كيفاش ديروا لهم. دابا غير شنو غادي نديرو؟ كنمشيو للاخر، كنخليو الهامش ديالنا، وكنبداو نخليو واحد ثلاثه ديال المربعات مثلا هكا، ولا جوج ديال المربعات، انت حر اللي بغيت. وكتبدا دير مقدمه ديالك، مقدمه مثلا اما هذه كتعاود تكتبها اللي عندك كما قلت لكم في السابق، وتحط التساؤلات، او لا الى تكتب ديالك، ولا الا ما بغيتش تكتب لا هادي ولا ديالك، حاول هادي اللي عندك تغير لها الصياغه. لاحظ معايا، شاهد عندك هنا العالم الرأسمالي بعد الحرب العالميه الاولى، ازمات سياسيه اقتسامت في اندلاع الحرب العالميه الثانيه. مثلا غادي نكتب انا بلا ما نكتب شاهد العالم الرأسمالي، نكتب بعد الحرب العالميه الاولى تعرض العالم الرأسمالي إلى مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتب عنها قيام أو اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939. إذا غير هذه بدلت لها الصياغة، سبقت هذه على هذه وصافي. إذا قدرت نكتب ديالي نكتب، ما قدرتش شايبت نبدل هذه الصياغة، وحتى إذا كتبت هذه راه ماشي مشكل إذا كتبتها، ولكن بدل لها الصياغة أفضل باش ما تلقاش حتى شي أدنى مشكل. كتكتب هذه وكتحط التساؤلات ديالك، كنكتبوها كما قلنا هنا هذه المقدمه، وكنحطوا التساؤلات فما هو كذا كذا، كتعاود تكتب فما هو هنايا يعني المسائل ديالك، التساؤل الاول، التساؤل الثاني، التساؤلات كاملين. كترجع للسطر، الا بغيت تخطي السطر نقص السطر، مزيان ما بغيت شيء صافي رجع للسطر، وخلي ثلاثه ديال المربعات، جوج مربعات كما خليت في الاول، وبدا غادي تدخل في الموضوع ديالك. مثلا ترتب عن الحرب العالمية الأولى مجموعة من النتائج السياسية، أو خلفت الحرب العالمية الأولى مجموعة من النتائج السياسية التي تتمثل في كذا كذا كذا، وإضافة وبقى تربط ما بين دوك العوارض اللي عندك، وثم إضافة وهناك وأيضا نقطة فاصلة، ثم تكتسل، ثم أدوز للمطلب الثاني، الآثار ديال الأزمة الاقتصادية. كما شهد ساهمت الحرب العالمية الثانية الأولى في اندلاع الأزمة الاقتصادية، وأثرت في قيام الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 التي خلفت مجموعة من الآثار على أوروبا. وإذا بغيت ترجع للسطر هنا يمكن بلا ما تخطي يعني جوج مربعات، خطي يعني نقز عادي ودوز وبدأ، يمكن لك تخلي قلنا جوج المربعات كما بدينا، أو لا تبدا هنا ماشي مشكل، وتكتب على الأزمة الاقتصادية حتى تسالي مجموعة من الآثار اقتصاديا تتمثل فيه واجتماعيا، وانت غادي حتى كتساليها نقطة. وقد ساهمت كل من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في تمهيد لاندلاع الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية في تمهيد لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وذلك أنت حيث ساهمت هذه الأزمات في وصول الأنظمة الديكتاتورية إلى الحكم التي تبنت
سياسة تبنت عدة سياسات، مثلا ساهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية، ويتجلى دور هذه الأنظمة الدكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية انطلاقا من كذا كذا، وحنا غادي المهم كنكتبوا تالتالي. وفي التالي مثلا ساهمت في مخاتمة ولا خلاصة، ساهمت خاتمة اللي دير في هذا الموضوع اللي عطيتك، يمكن لك تتخلص من هذه وهذه وهذه. ساهمت مخلفات الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية إلى وصول في وصول الأنظمة الدكتاتورية للحكم التي أدت إلى قيام أخطر حرب عالمية عرفها التاريخ الحديث. مثلا هذه خلاصة ولا استنتاج. إذا بهذه الطريقة غادي تكتبوا الموضوع المقالي ديالكم في الامتحان، ما كيطلبش شي وقت كبير، غير شوية ديال التركيز والذكاء، وقادرين انكم تكتبوا مواضيع مقالية متميزة تحصلوا فيها على نقاط ممتازة جدا. والى حلقة اخرى من اجل وضع موضوع مقالي اخر حول تاريخ المغرب والمشرق العربي، ثم ننتقل نحط لكم مواضيع مقالية اخرى حول مادة الجغرافية. والى ذلك الحين لا تنسوا الاشتراك معنا بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعمنا على المزيد، وبالتوفيق لكم جميعا.